15 دقيقة الأولى كنا ملاح، ولكن بعد ضربة الجزاء نظن ما كانش عندنا الطاقة اللازمة باش نعاودوا نوليو في النتيجة. الخصم يعني استغل ضعفنا شوية البدني وكذا الآخر، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني، ولكن على العموم نظن الفريق دام عليه. اليوم عرفنا حدود الفريق تاعنا، يعني الفريق تاعنا وصل للحدود. كنا متوازنين في المقابلة الشوط الأول، الشوط الثاني نقولوا بلي كونكوا التعديلات اللي درتها لي شونجمون كجي في إيزون في لا ديفيرونس. كانت كنا 0-0، دخلت ثلاث لاعبين، هذا اللي خلى أن نديروا لا ديفيرونس القدام، سجلنا زوج أهداف. عندنا خمس مقابلات في بلادنا وأربع مقابلات خارج ديا، إن شاء الله نفوزوا بخمس مقابلات في بلادنا ونجيبوا أربع نقطات خارج ديا، تخلينا إن شاء الله نصعدوا 100% صعود تاريخي، ونصعدوا 100%، وهذا يرجع للاعبين والطاقم الفني والطاقم الإداري، وما نساوش الجمهور هذا.